كل من الفريقين يقول إنه خرج منتصرا، ولكن الفريقين معا أظهرا درجة مرتفعة من التوتر لا توحي بذلك. هذا ما عكسته الجلسة 12 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بنتيجة 59 صوتا لجهاد أزعور مرشح المعارضة والتيار الوطني الحر، و51 لسليمان فرنجي مرشح ثنائي أمل حزب الله. من بعد ما قررنا خلاص يا مرحب بعد زملائنا لا دكتور الرئيس الفراغ صار عنوان ممنوع مناقشة أي أمر اليوم مظبوط. أنا بس ممنوع مناقشة أي أمر بطلب من رئاستك شغلة ممنوع مناقشة أي أمر ما بدي شرف ارتاح شرف لا بس بدي كمل دكتور الرئيس لأن بعد 5 أشهر شرف ارتاح العنوان صار للفراغ. إدارة رئيس البرلمان نبيه بري للجلسة عكست حدة في الإصرار على رفض طلب المعارضة الدعوة إلى جلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس. في المقابل لم تخلو ردة فعل المعارضة من انتقاد حاد لما أظهرته خريطة التصويت. هذه الخريطة لم تمنح أزعور التقدم الكبير الذي كان مطلوبا تحقيقه ضد فرنجي. 18 نائبا لم يشاركوا في الاصطفاف الحاصل وآثر الاقتراع للحياد. أما التيار الوطني الحر فلم يكن تكتله متماسكا، لم يقترع عدد من نوابه لأزعور. نحن كنا متوقعين صوتين زيادة، ولكن هذا الاقتراع سري وما بتقدر تعرفي شو في براس الناس. المهم انه اليوم جهاد أزعور حاز على الأكترية 59 صوت، في كتير تشتيت بباقي الأصوات يلي لو تجمعت كان بيصير عندنا رأي جمهورية. نتيجة الجلسة بالنسبة لنا كانت ممتازة، هذا ما توقعناه، لأننا نتعاطى بواقعية موضوعية، ولأن منطلقاتنا واضحة ورؤيتنا للاستحقاق ولكيفية التعاطي مع مرشحنا كانت أكثر وضوحا. الجلسة رفعت للسبب المكرر نفسه، فقدان النصاب في الدورة الثانية، ولا تحديد للجلسة المقبلة، بل ترقب لوساطة فرنسية منتظرة على وقع تجديد الدعوات لحوار لا يزال مصيره ضبابيا. الجلسة الانتخابية 12 كشفت أوراقا كثيرة وتبدلا في توازن القوى النيابي، لكن ذلك تأثيره محدود، لا رئيس في لبنان سوى بتوافق سياسي عريض يشكل انعكاسا لتوازنات القوى الخارجية. كلوديا أبي حنا، قناة الغد.